بظهره المتواري عن عدسة الكاميرا يرفض نوشاد الحديث إلينا عن حكاية الإهمال الطويلة التي لحقت به بعد الإصابة بجروح في العملية الإرهابية التي وقعت في محيط معسكر الصولبان. ضحى معنا في الحرب، كان في جبهة بير أحمد هو أخوه، وجزاهم الله ألف خير، والله نصرنا احنا على الحوثي. واجهت الحكومة وعسكر الشباب وليت عسكر في الشرطة حق البريقة. يوم ما تم صرف الرواتب في الصولبان أول راتب قاع الانفجار، والليد صاب وما حد لفت عليه، لفتوا على الجرحى كامل. فقط اكتفى نوشاد بالظهور بعد محاولات عديدة من قبل أفراد أسرته للكشف عن حالته الصحية المتدهورة، ولعل في هذا شيء يساهم في انتشاله من وضعه الصحي الصعب. اللجنة الطبية اللي برا لهذه الإصابة تقول لك بتطول، عشان كذا يأخروهم. تقول لك هذه هو صح إنه بتطول الإصابة، بس يعني خلاص خذ جريح من قيز الجرحى. أنا الآن طالب بسفر، مشيش أي حاجة، سفر يسفروه بس، جزاهم الله خير. 9 أشهر مرت على عملية التفجير الإرهابي، حيث سقط الجندي نوشاد جريحاً بإحدى الشظايا التي سكنت عموده الفقري، متسببة له بإعاقة دائمة إن لم يتم علاجه وتسفيره خارج البلاد. تم تعويض الذين أصيبوا في الصولبان إلا الشخص هذا الوحيد الذي لم يحصل على سفر إلى الخارج لغرض العلاج، لأنه أصيب بشظايا في النخاع الشوكي وسببت له إعاقة كاملة وأصبح معاقا طريحا على الفراش. وإننا قمنا بالمتابعة وطالبنا عدة جهات ولم نجد أي حل. لا يعقل أن يكون هناك تمييز بين الجرحى ومحسوبية برزت مؤخرا خلال الصراع السياسي في العاصمة المؤقتة، لكن البعض يرون ذلك واقعا مريرا ويتساءلون عن صمت الجهات المعنية والعبث بملفات الضحايا. ومن أبرز الأمثلة نوشاد الذي كاد يدفع حياته فوقع وأصبح طريح الفراش في ظل استمرار إطلاق الوعود من قبل المسؤولين عن إنقاذ حياته واسترجاع ولو جزءا من حياته الطبيعية. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن. نظم اتحاد شبيبة عدن وعدد من المبادرات الشبابية مهرجان عدن بلا عنف في مديرية كريتر تزامنا مع اليوم العالمي للا عنف، والذي يصادف 2 أكتوبر من كل عام. ويهدف المهرجان إلى رفض كافة المظاهر المسلحة وأشكال العنف وإطلاق الرصاص، وعودة عدن إلى سابق عهدها كمدينة للسلام والتعايش. هدف هذه الفعالية هي إظهار مدينة عدن مدينة السلم والتعايش، مدينة الأخوة والمحبة، والدعوة إلى أن تعود عدن هي مدينة كما كانت، مدينة للحب والسلام ورفض كل المظاهر المسلحة ومظاهر العنف من حمل السلاح وإطلاق الرصاص وغيرها من المظاهر المرفوضة في هذه المدينة. طبعا أقمنا هذه الفعالية نحن شبيبة عدن لأننا في وقت بحاجة للسلام أكثر من أي وقت مضى، في وقت كثر فيه العنف. اليوم نحن أعتقد نحن وصلنا أكبر رسالة لأجل